المبادرة، الإخلاص وحب العطاء. أنا فاطمة الأحمد، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة الغرير للتعليم، وعضو القيادات الإعلامية العربية الشابة، وعضو مجلس رأس الخيمة للشباب، إماراتية شغوفة بالأعمال التطوعية. رحلة التغيير بدأت مع والدي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رمز الخير والعطاء، واليوم أنا أكمل على نهجه في ترسيخ ثقافة البذل والعطاء الإنسانية الإماراتية. انطلاقتي كانت من كليات التقنية العليا ببند ساعات العمل التطوعي، من هنالك بدأت مسيرتي في الأعمال التطوعية، واليوم أنجزت أكثر من 6000 ساعة عمل تطوعي. بعد ذلك انضممت إلى الفريق الوطني للاستجابة لحالات الأزمات والكوارث، بدأت بالدورة الأساسية فالمتقدمة في الدورات التخصصية في الإسعاف الجوي والرعاية الصحية، مما أهلني للانضمام إلى خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا. كان لعائلتي دور كبير في دعمي معنوياً عند انضمامي لفريق التطوعي للاستجابة لحالات الأزمات والكوارث لمواجهة كورونا، وكذلك في استكمال دراستي في مجال العمل الإنساني المستدام. فلما بلغت أهلي أني أنا بنضم لخط الدفاع الأول، في البداية كان في القليل من التخوف بحكم أن الجائحة ما عندنا معلومات عنها، وكان شيء صعب يمر فيه العالم، ولكن ساعدوني معنويا وشجعوني على أني أنا أكون في الخطوط، في صفوف الخطوط الأولى. طبعا أنا اليوم أكمل الدراسات العليا في مجال العمل الإنساني المستدام. اخترت هذا التخصص بالذات، واللي هو أول التخصص الأول من نوعه في العالم في هذا التخصص، لأن اليوم نحن نحتاج إلى حلول مستدامة في مجال العمل الإنساني. فاليوم نحن ما نعطي الصياد لسمكه، ولكن نعلمه كيف يصيد، ذلك نحتاجه في مجال الأعمال الإنسانية. اليوم احنا ما نقدم فقط لهم حل نقول عنه مؤقت، ولكن نقدم لهم حلول مستدامة. حلمي أن يوم من الأيام تكون لي مؤسستي الخاصة في مجال الأعمال الإنسانية، وأني أقدر أوصل للأجيال القادمة مفهوم الأعمال الإنسانية والتطوع.